السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة منتال بروف وفي الدرس الثالث من دورة تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين. إذا كما تعرفنا في الدرس الأول على ليتر دو لالفابي الحروف الأبجدية وتعرفنا على الأشكال الأربعة لكل حرف لي كاتر غرافيم دو شاك لتر اون إكريتور ماجوسكول سكريبت مينوسكول سكريبت et aussi majuscule cursive et minuscule cursive. ثم في الدرس الثاني لتثبيت كل ما تعرفناه قمنا ببعض التمارين. إذا في هذا الدرس الثالث نصل إلى المرحلة الثانية من القراءة وهي الجمع بين الحروف حتى نحصل على مقاطع صوتية. Donc dans cette leçon, on va voir la lecture de quelques suites de lettres et de syllabes. ابقوا معنا. إذن كما سبق ورأينا قسمنا الحروف إلى مجموعتين لفويل و لكونسون وسنبدأ بلفويل ونتعلم قراءتها. إذن لفويل تبتدئ بلا لتر أ وهذا لتر أ فهي دائما عندما تكون واحدة تقرأ أ أ أعد أ أحسنت ثم نمر إلى لا لتر أ أ بكتابتها الأربعة تقرأ أ أ لاحظ أ أ أعد أحسنت ثم سوف نمر إلى لا لتر إي إي تقرأ على الشكل التالي إي لاحظ معي إي إذن تبرك باللسان إي أعد أحسنت ثم نمر إلى لا لتر أو إذن لاحظ معي O O O أعد أحسنت ثم نمر إلى la lettre U إذن هنا تضغط قليلا واحد U U أعد أحسنت ثم نمر إلى la lettre I غريك وهذا I غريك تتقرأ بحالها بحال I بحالها بحال I إذن كتقرأ I I أعد أحسنت إذن هكذا كنا تعرفنا على القراءة ديال لي فويل. إذن ديما هاد لي فويل هادو هما اللي كيعطيونا واحد الصوت وملي كنلقاوهم في الجملة كنقراوهم كما شرحت لكم دابا. إذن الآن نمر إلى لي كونسون ولي كونسون كنبداو بلا لتر بي وهاد لي كونسون قبل ما ندوز لا لتر بي فهاد لي كونسون كلهم كيتقراو بحال اللي كنقراوهم على السكون ملي تيكونوا بوحدهم كنقراوهم على السكون مثلا بي فكتقرا في هذه اللحظه ب الا كانت بوحدها في الكلمه كتقرا ب صافي هكذا نتعلموا نقراو ب. اذا ملي كنكون مثلا بي ونزيدوها ا بي بلس ا بي بلس ا سادون كوا اشنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا واحد الكتابه بي حداها ا يعني ملاصقين. اشنو قرينا؟ اشنو اتفقنا نقراو بي؟ اتفقنا اننا نقراو ب على شكل بحال ديال السكون يعني ب صافي مزيان ب. واشنو كنقريناها؟ قريناها ا يلا عاود معايا ب A B A B A B A إذا سرعناها شوية شنو غادي تعطينا؟ تعطينا B A B A B تعطينا B B أعد B مزيان B plus E يعني B وحدها E شنو نقراوها؟ إذا B ديما قلنا اتفقنا نقراوها على السكون B E E نقراوه E أعد E دونك B E B E B E تعطينا B B عاد B plus E ça donne B B B عاد très bien deuxième B plus I B plus I donc B I B I B I donc ça تعطينا تعطينا B B عاد très bien d'abord dans deuxième le B plus U B plus U, donc B, U, B, U, B, U, A-E-T, a dit du mal, a dit le cas, BU, 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 A-E-T, très bien. Donc, on a dit BU, B plus U. B plus O, a dit certain, B, O, B, O, B, B, O, B, O, BO, 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 A-E-T, BO, B, O, O, beau, arrête. Très bien.
بي بلس إيغريك، هذيك إيغريك إنك تقرا بحالها بحال إي، دونك غادي نقراوها إي، دونك تعطينا ب إي ب إي بي 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 عيد بي. تخيل إذا اتفقنا أن اللي كونسون دائما نقراوها مع السكون والحروف الأخرى نزيدو داك الصوت اللي عطانا، وغادي نلقاو هذيك كيتسموا لي سيلاب، هذيك كيتسموا كلك سيلاب، لأن حنا غادي نبداو في هذا الدرس هذا غادي نبداو بلي سيلاب ساهلين، من بعد غادي نزيدو نتعمقوا شوية. إذا نمشيو لا لتر دي، لا لتر دي، دي كتقرا كذلك د، يعني نقراوها د ملي تكون بوحدها. إذا غادي نشوفو دي بلس أ شنو غتعطينا، غتعطينا د دا دا عاد دا. تخي بيان. دي بلس أو D plus E, donc D, E, D, E, j'entends là, j'entends là, 2, 2, arrête, 2, répète, 2, 2, très bien. D'abord, il y a deux autres, D plus I, donc j'entends là, D, on va voir, D, D, arrête, D, accent. L'un, il y a deux autres, D plus U, donc j'entends là, du, du, arrête, du. جيد. ثم D plus O غادي تعطينا دو دو عاد. تخي بيان أحسنت. ثم D plus Y و D Y ديما نردو بالك تقرا إي، دونك غادي تعطينا دي دي عاد دي. أحسنت. دابا غادي ندوزو لا لتر F، و لا لتر F كتقرا ف ف ف صافي بالسكون. F plus A, donc F A F A, tatina tatina fa 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 aide fa accent. Thumma F plus E, tatina feu feu F E feu feu aide accent. Thumma F plus I, tatina fi fi rekmaya fi في عاد في احسنت. ثم غادي نشوفو اف بلس او، اف بلس او عطاتنا فو فو عاد فو احسنت. ثم اف بلس او، اف بلس او عطاتنا فو فو عاد فو احسنت فو. ثم F plus Y كتعطينا، شنو نقراو Y نقراوها I، دونك كتعطينا في في عاد في. أحسنت. إذا هكا تقرينا لتر F. دابا نوصلو للتر J، J كنقراو ج ج، دونك ج بلس A جا، دونك ج بلس A جا عاد جا جا عاد جا. ج بلس E ج je arrête. Très bien. J plus I J J arrête Z. Très bien. J plus U ju 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 accent. J plus O jo 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 accent arrête jo accent. J plus Y, J, J, عاد أحسنت. الآن غادي نمرو لا لتر K، ولا لتر K، K كتقرا ك، ك، دونك ك بلس A، ك A، ك A، تعطينا K، 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 عاد K، دونك لا لتر K بلس E، تعطينا ك، ك، عاد ك. Que. Très bien. K plus I. Atatina. Atatina. Qui. Qui. Aide. Qui. Très bien. K plus U. Atatina. Q. 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 Aide. Accent. Thomas la lettre K plus O. Atatina. K. O. K. O. Co. Co. Aide. كو أحسنت. ثم كي بلس إيغريك عطاتنا كي عاد كي أحسنت. الآن غادي نمرو لا لتر إل، إل كتقرا إل إل، دونك إل أ إل أ
A, L, A, L, A, t'as t'en là. Donc L plus A, ça donne là. Là, aide. Là, très bien. L plus E, t'as t'en le. Le, aide. Le, très bien. L plus I, t'as t'en li. Li, aide. Li, très bien. L plus U, t'as t'en lu. Lu, aide. Très bien. L plus O. L plus O, tatina, l'eau. L'eau. Donc, L plus O, tatina, l'eau, aide. L'eau. Très bien. L plus Y, tatina, li. Li, aide. Ahsant. Li. D'abord, disons la lettre M. M, katqra, m. M. M plus A. Donc, tatina, m, a, tatina, ma, 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 aide. Chauffe, ma, aide. Accent. M plus E, tatina, me, aide. Très bien. M plus I, tatina, mi, aide. Mi, accent. M plus U, tatina, mu, aide. Ahsant. M plus O, tatina, mo, aide, mo. Ahsant. M plus Y, tatina, mi, aide. Ahsant. D'abord, nous avons la lettre N. N كتقرا ن ن دونك ن بلس ا ن ا ن ا تعطينا نا نا عيد نا احسنت ن بلس او تعطينا نو 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 عيد نو تري بيان ن بلس اي تعطينا ني ني عيد ني تري بيان N plus U, tatina, nu, nu, aet, nu, nu, accent. N plus O, tatina, no, no, aet, accent. N plus Y, tatina, ni, ni, aet, ni. J'aïe. La lettre P, la lettre P. Donc la lettre P, on va la P. 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 Alors, de balle, je vais te faire B. Elle dit P. P. Donc P avec A, P avec A, ça donne P plus A, ça donne P. A. Pa. Pa. Aide. Pa. Accent. P avec E. P avec E, ça donne peu. Peu. Aide. Peu. Accent. P avec I. P avec I. Ça donne pi. Pi. Aide. Accent. Pi. Thumma P avec U. Ça donne pu. Aide. Pu. Pu. La hénaï. Pu. Accent. Thumma P avec O. Atatena, po, po, aide, po, accent. Thumma P avec Y, atatena, pi, pi, aide, pi, accent. Thumma ramchou la lettre R, ou R katqra R, R. Donc R avec A, ça donne ra. Ra, 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 répète, ra. Accent. Thumma R avec E, ça donne re, re, répète, re, re, accent. Thumma R avec I, ça donne ri, ri, répète, accent. Thumma R avec U, ça donne ru, ru, répète, ru, accent.
ثم R avec O, ça donne RO. RO. Répète. Accent. ثم R avec Y, ça donne RI. RI. Répète. RI. Accent. ثم نمر إلى la lettre S. La lettre S, كتقرأ S. Donc S avec A, ça donne SA. SA. Répète. SA. Accent. ثم S avec E, ça donne SE. Répète. SE. Répète. Accent. ثم S avec I, ça donne SI. SI. Répète. SI. Accent. ثم S avec U, ça donne SU. SU. Répète. SU. SU. Accent. ثم S avec O, ça donne SO. SO. Répète. SO. Accent. ثم S avec Y, ça donne SI. Répète. SI. Accent. ثم نمر إلى la lettre T. Ou T كتقرأ T. La lettre T, on prononce T. Alors T avec A, ça donne TA. TA. Répète. Accent. T avec E, ça donne TE. TE. Répète. TE. TE. T avec I, ما تعطيناش T, ما تنقولوش T, تنقولو T. رد البال هنا. T avec I, رد البال. تنقولو T. T. يعني كترجع T بحال ترققات شوية. T. ما تنقولوش T, تنقولو T. داكور. Répète. T. Très bien. T avec U, كذلك ما تنقولوش tu, تنقولو tu. Tu, répète. Tu. Et on a le bal T. Mزيان. T avec O, هنا تنقولو to. تنقولوش to, تنقولو to. To. To, répète. To. Ahsant. Et T avec Y, تنقولو حتى هي حيت I كتقرا Y كتقرا I. Donc غادي نقولو ti. 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 Répète. Accent. ثم la lettre V كتقرا V. V. Donc V avec A تعطينا va. Va. Répète. Accent. V avec E ça donne ve. Ve. Répète. Ve. Accent. V plus I ça donne vi. Vi. Répète. Accent. V plus U, ça donne VU. VU. Répète. Accent. V plus O, ça donne VO. VO. Répète. Accent. V plus Y, ça donne VI. VI. Répète. Accent. ثم نمر إلى la lettre Z. Z كتقرأ Z. 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 Répète. Donc, ملي كنقولو Z A تعطينا Z. Z. Répète. Z. Très bien. Z avec E, ça donne Z. Répète. Z. Voilà. Z avec I, ça donne Z. Répète. Z. Voilà. Z avec U, ça donne Z. Répète. Z. Très bien. Z avec O, ça donne ZO. Répète. ZO. Très bien. Z avec Y, ça donne ZI. Répète. ZI. Répète. Très bien. ستلاحظون أنني تجنبت بعض الحروف مثل C و G لأن لديها خاصيات خاصة في القراءة سنتعرف عليها في فيديو قادم إن شاء الله. إذن الآن سوف نمر إلى دي سويت دو لتر. ما معنى دي سويت دو لتر؟ يعني واحد الحروف من كتكون متابعة. إذن غنشوف مثلا هاد السويت هذه كتلاحظوا MR شفناها في السيلة بعدها. دونك هذه كتقرأ ما. ريبيت. ما. ما. عادو ما. مزيان. ولكن هنا لاحظ معايا كاين عندنا لا لتر ا هي الاولى عاد من مورها ام. دونك ا كتقرا ا و ام كتقرا م. دونك اش غنقرا ا م. ا م.
دونك هاد لا سويت هادي غادي تقرا ام ام. اذا لاحظت معايا ملي بدلنا المكان ديال ا مع ام تبدل النطق، يعني ملي كتكون ام هي الاولى قرينا ام ا ما، ولكن ملي جات ا هي الاولى قرينا ام ام. دونك تعطينا ام ام. نشوفوا لا سويت الثالثه ال، عندنا لا لتر ال اللي كتقرا ال، وعندنا لا لتر اي اللي كتقرا اي. دونك ال مع اي ال اي تعطينا لي لي. ريبيت لي لي. مزيان. ثم عندنا العكس، عندنا اي او ال، اي كتقرا اي ولا لتر ال كتقرا ال. دونك اي ال اي ال كتقرا اي ال اي ال. ريبيت اي ال. احسنت. ثم عندنا اي عاوتاني ولا لتر بي، بي شنو كتقرا ب ولا لتر اي شنو كتقرا اي. دونك اي ب اي ب. ريبيت اي ب إيب. أحسنت. ثم عندنا لا سويت لي سويفونت، عندنا او وعندنا من موراه ار. دونك او شنو كيتقرا او ولا لتر ار كتقرا غ، حيت قلنا ملي كتكون في الكلمه بوحدها لي كونسون كلهم كيتقراو على السكون غ. او غ او غ او غ. ريبيت او غ او غ. أحسنت. ثم عندنا لا سويت سويفونت، عندنا لا لتر U مع F. دونك F كتقرا F و U كتقرا U. دونك كتعطينا U F U F U F. ريبيت U F. تري بيان. عندنا عاوتاني A O بلس L. دونك A كتقرا A و L كتقرا L. دونك هنا غنقراو آل آل. ريبيت آل. جيد. ثم عندنا لا لتر او من بعدها تي. دونك هنا كتقرا او ت او ت او ت او ت او ت. ريبيت. احسنت. ثم عندنا ا من بعدها بي، دونك هنا كنقراو اب اب. ريبيت اب. ريبيت اب. احسنت. ثم غنشوفو عاوتاني او ب او ب او ب او ب او ب. ريبيت. احسنت. ثم عندنا ا مورا ار، دونك هنا كنقراو ا غ ا غ ا غ ا غ. ريبيت. احسنت. ثم عندنا او من بعدها لا لتر زد، زد شنو كنقراوها ز، او شنو كنقراوها او. دونك عطتنا او ز او ز. صافي ساهله او ز. ريبيت او ز. احسنت. ثم عندنا لا لتر او من بعدها ال، دونك او كتقرا او ولا لتر ال كتقرا ال. دونك تعطينا اول اول. ريبيت اول. احسنت. ثم عندنا ا ومن بعدها لتر اف، دونك تقرا اف اف. ريبيت اف. مزيان. ثم عندنا ا ومن بعدها لتر في، لتر في كتقرا دائما على السكون لان الحروف اللي كونسون كاملين قلنا كنقرا على السكون ف. دونك اف اف. ريبيت اف. ثم عندنا اوت اوت. ريبيت اوت. احسنت. قراها. قريتيها. شوف واش قريتيها اي غ اي غ. ريبيت اي غ. احسنت. ثم عندنا او ل او ل او ل او ل. ثم عندنا اوب اوب اوب. اذا في الاول وريتكم دي سيلاب، ودابا وريتكم دي سويت دو لتر، يعني هكذا باش نولفوا هاد الحروف الساهله. اذا كان هذا هو درسنا اليوم، نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله، نديروا بعض التمارين لتثبيت ما رايناه في هذا الدرس، ثم نتمم مع لي زوتر فوايل اي لي زوتر كونسون كيفاش نقراوهم وبعض القواعد بالقراءه. اذا دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.